وللمزيد ينضم إلينا من غلاف غزة مراسل العربي أحمد راوشة. أهلا ومرحبا بك أحمد، ما أحدث التطورات الميدانية لديك؟ أحمد، معارك مستمرة إلى الشمال الشرقي من قطاع غزة، تحديدا في منطقة بيت حانون، معارك ضارية بالأسلحة الخفيفة. هذا المحور هو أقل محور تقدم فيه الاحتلال الإسرائيلي في داخل قطاع غزة. نتحدث عن منذ يوم الاثنين الماضي وحتى اليوم تقريبا لم يتمكن من اجتياز الأحياء الجانبية التي تؤدي إلى مدينة بيت حانون، ولم يدخل إلى قلب مدينة بيت حانون. هو قواته موجودة إلى الشمال الشرقي من بيت حانون، أيضا من الجهة الشرقية يحاصرها في الغرب، تقدم باتجاه جباليا، وبالتالي الحصار الذي أعلن عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة أو ويشمل مدينة غزة هو بالأحرى على أرض الواقع خارج كل هذه المنطقة الحضرية، ليس فقط خارج مدينة غزة إنما بعيدا عنها إلى ما بعد جباليا وإلى ما بعد بيت حانون في الشمال الشرقي. المعارك مستمرة بشكل كبير جدا. التقدم الوحيد الذي حققه الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق سببه الرغبة في تحييد إطلاق قذائف الهاون على التجمعات العسكرية الإسرائيلية داخل غلاف غزة، داخل الأراضي الإسرائيلية. ومع ذلك تقريبا صافرات الإنذار لا تتوقف عن الدوي في المناطق المحيطة بقطاع غزة. الآن تدوي صافرات الإنذار في منطقة نتيف عسراء هنا، ليس بعيدا عن المنطقة التي أقف فيها، لكن أيضا في كرم شالوم المقابلة لكرم أبو سالم جنوب قطاع غزة. بحسب تقديرات أمريكية وإسرائيلية، بعد الحصار، بعد تطويق مدينة غزة، المرحلة المقبلة الآن هي بدء العمليات داخل المدينة. هذا يتطلب بالأساس أمرا أساسيا هو وقف الغارات من الجو، لأنه ليس بالإمكان قصف مواقع تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن أيضا يتطلب كل ما حاول الاحتلال الإسرائيلي تجنبه خلال الفترة الماضية وهو الأنفاق. كان جيش الاحتلال يهرب من الأنفاق، لا يتعامل معها، لا يدع مقاتليه يقتربون من هذه الأنفاق ومن الدخول إليها. لكن الآن إن أراد تحقيق الهدف الذي أعلن عنه وهو القضاء على حكم حركة حماس والقضاء على كل ما تملكه من قدرات عسكرية، عليه الدخول إلى داخل الأنفاق وتفجيرها من الداخل. وسائل إعلام إسرائيلية أو متحدثون عسكريون سابقون يقولون في مقابلات مع وسائل إعلام إسرائيلية إن لدى الجيش الإسرائيلي قدرات جديدة سيجربها في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة تتعلق بالأنفاق، لكن هناك تشكيك كبير في نجاح هذا الأمر. يمكن الافتراض أن هذه الأيام المقبلة ستكون بالتركيز على كشف الأنفاق ومن ثم محاولة اقتحامها، وسنعرف إن كان السلاح الإسرائيلي السري الذي يتحدث عنه الضباط السابقون في الجيش الإسرائيلي إن كان قد نجح أو لا. لكن إن أردنا أن نوجز ما حدث منذ بدء الاجتياح البري، تقدم في مناطق مكشوفة أمنيا، مناطق مفتوحة، ثانيا تجنب والتهرب من الأنفاق. الآن حانت اللحظة على ما يبدو التي سيكون مطلوبا من الجيش الإسرائيلي التعامل فيها بجديا مع تهديد الأنفاق، وهو التهديد الأكبر، والدخول إلى قلب المدن الفلسطينية وما يعنيه ذلك من إمكانية أن تكون الأزقة مفخخة أو مليئة بالأرض.